الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد. حديث كبقول يلا بقى سقاشا وعن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد وحلق السوري أبي سعيد وحلق السوري رضي الله عنه إلى رضي أكن قد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يرى رسولك لا يوحول إذا سمعتم النداء هذا أذان كمقشان يرمض هذا مقشان وأذان كيقول وحت إلى مثل ما يقول المؤذن سلا مؤذن كورنا يأكل إذن كنا دها متفق عليه والسكوا فقصان البخاري مسلم بأسكوا فقصان حديث كبقل يا صدح يا سقاشا والبخاري بخاري وأصونا هذه عن معاوية معاوية وكورنا يو يعني مركا أي مثله يعني مد مركا كالا مدعا يا أصونا هذه حديث كبقل يا فريا سقاشا ولمسلم المسلم بأصونا هذه عن عمر عمر وكورنا في فضل القول هذا لك قصة أفسن مركا فضل مركا إلى هذا يعرى هذا اللي إلى هذا كما يقول المؤذن وسيد المؤذن كو إلى هذا كلا إلى هذا كلمة 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 لا إلى هذا سوى الحي على تين يعني مركا حي على الفلاح يحي على الصلاة لبدأ كلمة ذات موياني حي على وعلى وزن بصملة حوقلة يعني وزن غاسو كلوي يعني ونحتي ويا جملة ذا دنبا مركا يسوح النحتي لغا السمايي قد ذا مركا يسوح يعني مركا حي على ليلي يعني حي على الصلاة يحي على الفلاح موياني انت كلمة وحا ومؤدن كوي لهذا العرنية أما حي على تينك وحا العرنية فيقول وحرنية لا حول ولا قوة إلا بالله يعني وحمرك حيلد ليلاده وطب ليلاده يوحتمر ليلاده وناصونا تي وانوشيب قصة مين إنا مجرته إلا بالله إلهي كالمدي سموياني يعني ربي أنه كالمي موياني حيلد طب يتمرتو النمريهين أنه وح قصة مينه أما وحسك قدافعنا أحاديثنا وحيت الماميسا إنا يوحوي لين أمري مركا ومؤدن كؤديميو إن مركا لقد دبا إلى هذا وحو مؤدن كورانيو الله أكبر الله أكبر مركو إلى هذا إن لورانيا الله أكبر الله أكبر وهكذا أمر بانا سيدا قصار ري أمر كعلماء قاركوذ وحيك قاتل إيجاب أو وحي إلى هذا أمر كوح فائدة يا واجب نمو فائدة يا دليل كصرفيان الله ما هيو سيدا ساوى ذا واجب ويان باليري واجب ويان أي علماء قاركوذ أي كدلي شرين هيا شيء جماهير علماء وحي يلاهدين واجب معه وصنة بي مركا يلاهدين وصنة ويان بي يلاهدين وحانا يقدر الشهدين مركا يناي سنة هاي حديث النبي قال لك صور يا صلى الله عليه وسلم وتلماما يا إنو حوايا مركا ومادم كادمو إنو النبي وآذانك مقليد وإذا مركا يسقاو يلي يعني عدي مركا سدا تلاهدا وحوايا مركا جنة ذي قال يساوي يقينا كنت تلاهدا يقينا عدي سدا كنت تلاهدا بمعنى ألفاظ آذانك يقينا عدي كتر هذا شن ذي قليسا لما نشعر بإله ذي النبي صلى الله عليه وسلم وحي إجابة لإله ذي السمعين أي شو حلو قد شوابي يعني لما نشعر بإله مركي سقاين إجابة السمعين لعكس ذي مركي ساحا المركة لما تلم من الله ما أرن مو أرن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إجابة أما الشيقين وكما ضب أرن لما أرن سيساوي الحجة إذن كمسونا وحي احتمال كرتا إنه النبي كذب إلي وأن لصون نقل النبي أقبل كرتا بإله ذي وتكلم الصحابة قاركود وحكى سوناتي عثمان بن عفان وكلينو شيكين شري يعني سقوا مركي سواح المركا يعني اللي قديم أيوه إنه شيكي تاسنا وحكى سوناتي شيخ الألباني لفت صراع في لين وقوين أيوه تمام المنة في التعليق على فقه السنة مركا الفاد أذانك والله قد دبورنا يا سيدي مركا ويود مركا مؤدين كوا الله قد دبورنا يا اللهم إلا حي على تين كم ويان حي على الصلاة حي على الفلاح يا جو حلورنا يا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله aya marka iyaga laga dabaornay culimada qaar koodna waxay labada waa la isku daraya hadiska horna waxa uu sheegaya faqulu misla ma yaqul muadhdhin hadiskana wuxuu sheegayaa hay calateen ka in la oranayo la hawla wala quwwata illa billah labada waa kulminaynaayo hayya ala salaah wa nuranina hayya ala salaah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah wa qudrina laakin al asah al awwal yaani sida marka saxada badani waa sida hore oo wayna labada la kulminayn oo la oranayo marka labada waa laga istisnooday وحي على الصلاة يحي على الفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله كل يبا لورن إياه يعني وحكا للورن مايو وطلو الصلاة خير من النوم يغا مركا يدا ما وحا لورن إياه الصلاة خير من النوم يسا وحكا للورن إياه يعني علماء قاركود وحيا يسي شافعي ذوكرا وحا لويا صدقت وبررت أما وبررت واللغتان بررت إيا بررت مركا وحاوية سيدا سا مركا لورن إياه مركا يعني شافعي ذو مركا إلا ذي حديث بانا اللقو صوريي وحا مركا اللقو صوريي أقامها الله وأدامها لفت هذا مركا إلا إلا هذا لكن على كل حال حديث تاسي ما أصح وضعيف سلاسة وذا صوابك وحوية قولوا مثل ما يقول المؤذن إن عمومك أكوك ذا جرتاء الصلاة خير من النوم
إن لقد بعورنا يو سلا سيادة أبا مركيس على الصواب كويهاي ما أدنك إن لا إجابة يعني لا تجيب هذا الكمركا يعني إلى هذا مركو أدمى يرى يقو إلى هذا إن لقد بعيد هذا وقت يلا قد بعورنا يانا وحوي ومركو أدمى يلفت هذا أي إسلام مركب الله قد بعورنا يا حنا لقى قاضنا يا حديثة الإمام إسا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت مؤذنك وحوي إلى هذا يكذب ورن شري إلى مؤذنك كع مصير معنى شيء قوي إلى هذا وكذب ورن شري فقط سواح كنت سنة إسا إن يعني تهاي مركا فور وبمعنى دقدق إن تهاي وحوي إلى هذا إن لقد بعيد هذا إن سدا سيدا تهاي أي مركا لقى قاضنا يا يعني حي على تينكا وحين الشيخنا علماء القاركودين إلى أن لبضوا ولا سكدريا ولا تشمعينيا إن لا حول ولا قوة إلا بالله لإلهده يين حي على الصلاة يحي على الفلاح لقد بإلهده علماء القاركودنا وحي إلهدين ما يوا خاص يا عام أو وحا مركا ولا خاصي صياطا وكما دبا أرانا يا أري قويري وحي على الصلاة ما حي على الفلاح لكن وحا أرانا يا لا حول ولا قوة إلا بالله أي أرانا يا علماء القاركودنا الرأي كلو أين نشيقين أي كتاقين أو أهمركا إن لبضا مروا مدل أرانا يا وفي بعض الأحيان نوحا لقد بأرانا يا حي على الصلاة يا حي على الفلاح في بعض الأحيان نوحا لقد بأرانا يا لا حول ولا قوة إلا بالله أي لقد بأرانا يا سيدا صنع علماء الحنفية القاركودنا وكتاقين وانا وحوية سيدا مركا ألباني لفتي سوى أرجحي أو أرانا يا وإعمار للدليلين معا لبدي الدليل ولبضا ولا وضع عمل السينة يويا أو حوية سيدا سامركا يعني هو الحق إن شاء الله بورنايا تمام المنها قولك حق أوي إن شاء الله رأي قص قصة شيخ كار أرجحي حدنا وحوية قولك كفي يعني وقولك كلا أمركا جماهير تؤبدين وأهل لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أرنايا صابتنا وحي تعي خاص كي عام كمركا لا يسكو خصيصه يعني عام كي عموم نما الله قم عمل فرية صورة لقى خصيصي عام كي عموم نما الله قم عمل فلا صورة لقى خصيصي لقى ريابي خاص كا صورة لقى فص يعني مركا لقى عمل فلا خاص كا مركا كا ريابي عام كي أيا لقى عمل فلا تأسلوا قاعدة مركا يسقى جماهير أهل علم أي قبان مركا ما دام السيدة سيدة أي تهي يعني أرجح وحوي قولك جمهورك وآه مركا إن حي على الصلاة يحي على الفلاح أن لقد بأرنينين لأننا تشمعينين يعني حي على الصلاة يا لا حول ولا قوة إلا بالله لبضل السودرين كلي الأرنية لا حول ولا قوة إلا بالله قولك سوى هو الأرجح إن شاء الله وقولك مركا راجح لماذا بدل وحلينو الشيء أذانك إن لقد بأيداده وطلب ما لقد بأرنية قيمستي وقيمة يلفتي هذا ما لقد بأرنية تأس لفتي هذا علماء قاركود وايدادين ولقد بأرنية وحاني مركا يعني كقاتين وايدادين عموم كحديثك فقول مثل ما يقول المؤذن ما أدنك وحو يدادوك لقد بأرنها مركا وحوي هذا قيمة ينا يعني وحوي يدنا وإن لقد بأيدادو أي يدادين حديثك لو لسوري ومركا الشيقية مركا لقيمة قيمستا إن لقد بأيدادو كسوار رين واتشرا لكن سنة كيسا ضعف باكسوغا إنك استو الشيخ الباني مركا يسقى حديثكا يعني مركا لفظ قيسا مع عموم كيسا وضوني حديثكا إنو كحوتيو أو يروى حسن لغيره وصدا سيادة مركا قتل مامي وصدا سيادة قتل مامي طحيك لو كعوس كذن علماء قاركو دو يروى لقد بأرنايا قيمستا لفتي ذنا وحا يرادين يعني قياس لقى قياسنا يو أذانك لقى قياسنا يو لفتي سلوقى قياسنا يو تاس لفتي ذو وكو شوابه لكن على كل حال يعني قياس كاسي مركي سقال لا يظهر يعني ماشا مركي سقال حول مركا يعني كمان موغضة صابتنا وحي تاي يعني قياس كشروطة بدن بولي أصلا وحوا وحي عباداتك يعني إن مركا قياس أن لقلين أي مركا وحوا يا أصل وا حديث كان عموم كيسان اللو مدري شانكرا أو وحوا يا وحلا يسلعوا قليا هاي مركا إقامة هادين لقد بيدا هذا إن أنا مركا ديب لو سوع لنينين يعني دعادي وصيلة أحاديث قاركودنا وحي تلما ميسا إنت وحاو إلى ذاك دبا إلى هذا دبا دبا مركا دمنا مركا يسا وحاين وصيلة إلهي اللو ويدي والنبي قال وصل لي صلى الله عليه وسلم وصيلة إلهي اللو سؤاله مركا وحاوية ما دام يعني وصيلة دي لسوع تيبا أن مركا لسوع لنين إقامة دي إن أذان كنا لقد دبا أرنين يعني مركا أي أدودة أي أدودة
قياس كمسألة لقى قياسنا ينا على كل حال واحد مودا مسألة مركة إسراح المركة يعني حوقة ظاهرة إنني إن مركة إسراحين والله أعلم. حديث كابقل يشن يسقاشن وعن عثمان ابن أبي العاصي رضي الله عنه. عثمان وحلق سوري أنه قال إن لي رسول الله رسولك لا يجعلني إغي الإمام قومي قوم كي قام قول ضيد إمام كودي إغي كي إمام كو آية تجيني إغي. قال أنت إمامهم نبي حوكول صلى الله عليه وسلم أدق أي إمام واه واقتدي بأضعفهم واقتدي وحد كضياتا بأضعفهم كوغتا أكتدرا بمعنى وحوي وحد تحقلي سا كوغتا أكتدرا تحقلي وصدات كل ضيانة يسفيع الكيس وكلاء يعني مركز سماء أو مركز خفيف صلاة أو دمري. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا واتخذ يارا مؤذنا مركز مؤذن لا يأخذ عن كو قاذنين على أذانه أذان كيسا أجرا وحمش قايدا عن كو قاذنين كاسنا مركز سمايسو. أخرجه الخمسة الشنطة أي صو صاري وحسنه الترمذي والترمذي وحول حديثك وحسن وصححه الحاكم وحاكم نواصعيحي ولما الطريق لنا الترمذي وكسو صاري وأن قدر كوري كتشرين مركة المامية إنه مركة النبي صلى الله عليه وسلم بلن كأقلب اللهم أي قدن بيسي أي كم إذا عيد وحياله قدن بيي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وحد يلا تامركة يسلم مؤذن أن أذان كيسة وحمش قايدة كقاضنين ترمذي بمركة السنن كيسة كصوري يعني ترمذي مركة الرواية كان واصحيحي وحيلا قرطي وقدر كدنبه كلية أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا قدر كوري لما صعته يعني مركة حديث كالا مركة طريقة كالنا ترمذي وابا تصحيحية وحول وصحيح وحسن صحيح أي مركة ويري وقصح عني محكمية. حديث كان عثمان علماء قاركود وصحيحيان وحكم إذا علماء الصحيح سيبن منذر وحكروا كم إذا حاكم ويري على شرط مسلم بو حديثك الصحيح كوياي وحكروا كم إذا الذهبي أقوى فقي يعني مركة يعني وحلا يا حاكم لما موضع بو حديثك كقصور يا مستدرك إيسا موضع هراء ذهبي وكاء مصيا هو مجلد كقوات صفحة بقلية سقالية سقاشا يعني مركة ماشا اللبات ومجلد كقوات صفحة لا بقلية كو وقوة فقية مركة حاكم بقوة فقية وصحيح على شرط مسلمين وياي أي مركة كتقية وأنا بابك يعني باب في فضل الصلوات الخمس. وحكروا حديثك صحيحية ابن خزيمة وحكروا صحيحية أبو عوان ويسقون صحيح عيسى كسو صاري وحكروا حديثك صحيحية أحمد محمد شاكر تعليق عيسى وسنن كالترمذي الكلية وحكروا حديثك صحيحية الباني ويسقون يلي صحيح على شرط مسلم طرق لنا إنه لا يهي التلمام على كل حال حديث كان هو حديث صحيحة حديث صحيحة حديث كان هو حديث كان هو حوينات المام يا مسألة مركة كواد إن عثمان وإمام هذا مركة الطلبي إمام ذي مركو طلبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه إمام كدقي وحلو حن باريا إنه وحوي يوحق نمالها إمام ذا أو يسوق القرآن كوغي قاني ويددك مركا وحوي سيدا صلاة عدة تجنيسا وإن يتهي يعني عدة كتاب كوغي تقان قرآن كوغي تقان يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة مركا وحوي إنه حالة دا قصنا أيان مركا لغو حنباريا أو يساقوها أقرأوا ذي كي وقو قراءة بضنا القرآن كأقو يقال نينو سلا يايبا لغو حنباريا وحكرا حديثك لغلا بحيا إنو حوية طلبك إمامة ذا مركا صلاة ددتك إلا تشيو عيمات ذا إلا سعيمو إلا طلبه ولا يلا ذانيك إمامي قدك إنين مركا ولاية دي أما مضحتين مدي طلب كيدو مذموم كها يحما إنين كمي ذا هيد يعني إما يعني ولايتي أما مضحتين مدي يعني طلب كذا إلا طلبا أي حميد إننا كم إذا هاي والنبي صلى الله عليه وسلم وحول إن لا نولي هذا الأمر أو هذا العمل أحدا طلبه أو حرص عليه قف مركا طلبي أما كد ذالي أرن كان مركا مسؤولية أما مضحتين ماذا أمدي ابنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي حضن عثمان ابن أبي العاص إمامة الصلاة أيو طلبي نبينا وأودي بي صلى الله عليه وسلم مركا ولايتي إن لا طلبه أي مذموم كاهدين إن كم بدها إن بالله قاضنا يا تكلم مركا إسا يقفك الطلبين هدو حق نمالي إياي إن لا دي بيه أو إن لا دي بكره
أي لفتي هذا مرك على جرب حيا ولا جق هذا نيا شرطنا وحقوح عن طلب كمرك يسجد تاسي أو طلبه يقف نفتي سواين ومرك أرن كاين وأودي كريه الصلاة وحوي إمامتي دتك وتشين كريه وعن مرك وحوي صلواتك وحفيدك كريه إلى لين كريه أنو كعب سامينين تاسي هذا إنه قدرة ولي هاي ونفتي سكأك هاي أما يسجد مرك تاس أنا أودي كريني نفتي سنكأك إن أنو كري كرينين إنه طلب ده يعني ماءها إنه طلب ده مرك يسجد ماءها أرنكاس وحكروا مركي ساحا مركا حديثك لقاق هذا نيا إنه حوي النبي صلى الله عليه وسلم وأمري عثمان بن أبي العاص صلاة إنه خفيفية واقتدي بأضعفهم بمعنى كأوغو مركا تاكت الدرن يعني تحقري أيا لقات الماما يا حال كودا إلالي سيدا سيدا بلوغة شيدا وصلاة دي آدي آدها وقديران لكن خفيفين تمسالة صلاة اللي خفيفين أيوه وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيسة أيا عطيني فعل كيسة أيا عطيني وإن نغني بابك إمامتنا إن شاء الله تعالى وإن أقوي من دونا وأنا مركي سيخصي واضحين دونا مركا اللوغة مجهد على كل حال قفك الصابوح وخفيفين وقاتل إن لو خفيفين أيوه يعني مركا اللوغة مدن لها لكن وحوية يعني ومركا خفيفين يعني سيدو النبي خفيفين جري صلى الله عليه وسلم وكله هيا مركا لوغة شيدا مثلا ذلك لو حديث كنوتي الماما يا وحي تهي يعني مؤدين تبرعي أن وح أجرائي مشقايا ذا فقا ذنين الدين لهليو إن وحوي كاس إن لدونتو يعني الروح أمينة ومركا وحوي إلهي الدرتي وأدمي ومركا إلهي من ثوابك كدوني لكن وح مشقايا ذا أن فقا ذنين هدي كان لهليو إن كاس مركا لدونتو aya laga qaadanaya way arinkan adaanku waxa weey waa cibaado maadaama markay isaga cibaado ay tahay yaani sawaabka iyo khayrku waxa uu ku sugan yahay in la ixtisaabo ilaahay darti yaani loo sameeyo laakiin waxa weey aan marka amal iyo shaqo laga dhigan sidaas iyada ah ayaa markay isaga fadliga ku sugan yahay fadliga sidaas iyada ah ku sugan yahay marka xadiiskan علماء قاركود وحي إلهدين وحلق قادنا إياه إن أي وحوية أما جماهير تود وحي إلهدين إن أدانك إن مشقايا لقو قاتا إن مكروه تاي وكراهية تاي بلق قادنا إياه إن مكروه تاي وكراهية تولق في عن يهي أما لقى فضل بدن يهي أيا لقى قادنا إياه لكن تحريم لقى قادن ما إياه إن أجرب إن لقو قاتا إن حاران تاي لقى قادن ما إياه أجرب إن لقو قاتا إن حاران تاي لقما قادنا يبي مركا يلادين علماء قاركودنا اتفاق بيسون نقليين إن وحوية أي بنان تي أجرين لقو قاتو مركا على كل حال وحلو حنباريا إني تي سيدة فضلي قبضن مركا سيدة ساودي هديل هليو مؤدين أن أجرفو قادنا ينين وكتا بروعيا إن مؤدين أجرفو قادنا يا يعني مركا أذان كل لوديبو يعني تاسيدة أنا علماء معها بيلادين لكن مركا لوايو مؤدين يعني كتا بروعيا aan wax u jira fuq aadanaynin iyada waa banaantay bay yiraadeen in marka mushqaayad cid lagu siiyo oo marka cidaasi dabad ay aadinto waa banaantay hadiska 496 waan malik ibn al-huwayrith radiyallahu anhu malik wuxuu laga soo wariyay qaalay inuu yiri qaal lana nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu nagu yiri wa idha hadarat as-salatu aday salatu soo hadirto falyu'addin lakum ahadukum haydina adimo إذن كمركا متكين هيدين أديمو الحديث أي اقرأ الحديث حديث كأخري أو أكمل الحديث أما حديث كامل يال أعقب أنان إن أطلع ذا الحديث 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 يعني مركا صدح ذا مركا مذولبا وأعقب أنان تان أطلع ذا الحديث وحي نقرأ يسأل الحديث بتمامه أي كائن بتمامه وحاو قصو ناضي مركا لما يسترن كذا لما يسترن كيسو قصو ناضي وحي نقرأ يسأل الحديث مبتدأ أدات هذا الحديث أي إلى آخر الحديث لقى قارو أي نقنيسا إلى آخر الحديث إنك استينا قياسا هين إنت وحوي مركا حرف حرف كجار كوحشري إنت اللي حذفه إن وحوي مجرور كمع يعني مركا لا لديه الكيسي يعني أمام مجرور كي ومركا شرن إلا دايا يعني قياس معها لكن في بعض الأحيان وبنانت هاي يعني مركا أشارت كليب بالأقف الأصابعي أشارت كليب أي إلى كليب على كل حال يعني وحوية تاسي ويرطعي
الحديث هذه اللي يرادنا وحين نقول إيسا يكمل الحديث حديث كما يسترى ما يقرأ الحديث أخرجه السبعة تضبض أي صوصاري لبض الصحيح يافرت السنن يا إمام أحمد حديث كان وحاو تلمم يا نبي صلى الله عليه وسلم أذان كينو أمري أي مركا إنو تلمم يا مركا أذان كينو واجبي أي مركا علماء قاركو ذا يكدر يشدين وحوية فليؤذن لامك ولام الأمر فعلكنا ومجزوم المركا يساح المركا بها مركا ما دام السلاسية ذا أيتهاي وحاو نقول يا إن مركا واجب أيتهاي وواجبك وحكا صرفية ديان لهينين واجب نمدي أي مركا يساق فائدين يا الأمر يقتضي الوجوب وجوبك سنة وجوب عيني معها اللهم إلا في حق المنفرد وفق قارك سأتك يا مويان لكن ذاتك كلا وحاو كيها يفرض كفاية أي مركا كيها وقالوا مسجد كيام مركا يساق ذاتك جماعة وغيي إنا يحوي مركا سميان أذان إنا مركا سميان قاركود أي مرك إسقى واجبك إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين هذه قال مرك إسقى يعني كوكا عن يعني مرك واجب كاسنا هو كان الدم بقوة كدعية وهكذا حديثك لقى قادنا يا عدة أديم إسائنا يتهاين إنه روح مسلمة يهي روح مسلمة وإنه يهي روح أديم يه وهي وحلقى قادنا يلقى فائدة إسانا يا ولي يؤذن لكم أحدكم متكين هايدين أديمه مرك متكاسي وحوه وإنه يهي قف مسلمة وإنه يهي فاسيادانا والاقا قادني لكن لما شرطيه سيدا وحاوية انو مركا يهي اقرا اما دادك كوغو قراء اذا بادان اما قرآن كوغو يقان اما سنة ذاوغو يقان انو سيدا سيهي يهي مركا وحاوية لما شرطيه حجيزك بقولي يتضبئي ساقاشن وعن جابر رضي الله عنه جابر وحلق السور الى رأليه كنقض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انو رسولك الهي قال وكولي لبلال بلال وكولي اذا اذنت فترسل هدادا دينتو فترسل مركا اكادي وبمعنى وحوية ترتيل سمي ترسلك وحوية وبيتو أدا يعني دقنا شوى اللي قصة ما يو وأن مركا أدانك اللي ددتشين أدانك وين اللي ددتشين وإي لو كاديا وحوية مركا دي يعني أدخل واقضه هذا مركا نصتا يرى نفستا يعني عدك مركا أخلي سوائنا تشيد لكن تشيد تانكا سوائنا نقولات الاحتقين ساساوي دي علماء وحي ديدان إن وحوية اللي قصة ما يو يعني تمطيط مركا يسلا في الأذان أذانك مركا يسلا مربق يسلو تشيدو ومركا مدود مركا يسلا يعني دار ومركا يسلا يعني أن أصل لهين إن لقد عدت النوع عسى علماء ديدان وحوية وإن مركا يسلا إن نقطة يعني بين الإفراد والتفريض لكن إن لا يسكت تشيدو أفرية طبعا حركة لا يسكوض ومركا يسلا متكي تنوع عسى وحسائغة معها تنوع عسى وحسائغة معها إذا أذنت هديات مركا استرادة أدين أي إذا أردت أن تؤذن هداد دونتين هذا الدين فترسل بمعنى أكادي بمعنى هالسردين ومركي سقاط يعني مركبة مركا هكود دقدقني سكاتي يعني سكاتي لو أدين وإذا أقمت هداد مركي سقاط يعني استرادة قيم فحدر ددتشي يعني حدرق يا ترتيلك يعني مركا حدرق وددتشي يعني ترتيلكنا أما ترسلكنا وحوياهي ومركا يسقى أكادين توي أكادين تلو كاديو يعني مركا ويا واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله واجعل وحد كيش بين أذانك أذانك لدحديسة يا وإقامتك قيمست هذا دحدو ذا لبدا دحدو ذا وحد كيش قدر ما قدر كي يعني مركا قدر كي يفرغ وكفاروغ ايه الاكل كي مركا وحوية عنا ايه من اكل عنيتان كيسا وكفاروغ ايه وكي وحبا ايه عبيتان كيسا وكفاروغ ايه وكي حاجة قدنا ايه حاجة قدت كيسا وكفاروغ ايه يعني قدر كاس ونحيسي رواه الترمذي وترمذي باسوور ايه وضعفه ترمذي وضعيف ايه حديثك او حول هو حديث مركا ضعيف ايه علماء ذكالي حديثك ضعيف سيو حكم اذا يعني حاكم وحكم إذا بيهقي وحكم إذا ابن حجر وحكم إذا النووي يعني علماء ذا أسباب كم إذا علماء ذا مركا حديثك ضعيف صيف ترمذنا وحاو تلمامي أول حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه حديثك مركا ترمذي يعني مركا حديثك مركا وحوي جابر كنعة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وجه قال لك سوري مويان وجه اللواتك قرن مينو طريق كله القصو وريه مؤقن إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم
وهو إسناد المجهول وعبد المنعم شيخ بصري. نينك عبد المنعم ليلاده نينك أسمرك يعني طريقي سموية طريق كلا مؤغن وحديثك اللي قصوري حاكم يسونا وحو الشيخ طريق كلا يسونا طريقة كلا يولي طريقة مويانة متكلا مؤغن. مركا الشيخ أحمد محمد شاكر وحو ورنيا حديثك وحو قصوا المركا أرهن طريفة والله وضع طريقة حديثك أوليها إن وحوية حاكم يترمذي مذولي ومذبو قرطي ككلنا مقرنين ككلنا مقرنين يعني سلاسية ذا باقي الصغر يعني هذا الكاس مركا يعني أحمد محمد شاكرنا وحا أخوت سنيا إن حديثك طريق كلا مركا يسقان لهين أي مركا لقى فهمي أي شيء مركا يسقى طريق يكلا أولي وأنا أحمد محمد شاكر لفتي سعرق أي أتشرة ومركا ألبانية مركا أي شيئين. حافظ ابن حجر مركا التلخيص كحديث كان قصة عروريو يعني هذا الكاترمذي أين الشيخ نيب الشيخ دو أنه حوارنا يا كاسا وحي كفل أنت يا حديث كان ضعيف سو مر هذه وحوية ننكاس عبد المنعم ليلا دائم مجهول كا مويان عدك لو سوري سيئان لوغين إساقنا مجهول يعني وهو كاف في تضعيف الحديث حديثك ضعيف أنت لا ضعيفين يا وكفل أنت هاي تاسو اللفتي أذن واحد مدارين لقفة ميو كأنه آن حافظ ابن حجر حسوسنين حديثك طرق لأولي هاي مركو هذا الكالها. وحوت المام الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثك إن لقى صوريي يعني مركا من حديث جابر وحكروا لقى صوريي صحابي أبو هريرة وحكروا لقى صوريي صحابي أبو أبي بن كعب وحكروا لقى صوريي صحابي سلمان الفارسي يعني مركا أفرطا صحابي بمركا لقى صوريي أفرطا صحابي أيا لقى صوريي حديثك سلمان مركا وحوية وشيغي سبل السلام كوحن فيلايا إنو أرانا يا سليمان أيا مركا يساق تصحيف مركا وغدعي يعني مركا من حديث سلمان مركا تلمامي صاصلة مركا وشيغي يعني مركا شيخ صاحب توضيح الأحكام توضيح الأحكام وحورنا يا وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخ أخرجه أبو الشيخ من حديث سليمان يعني وحوية يعني شاهد بولي من حديث أبي هريرة أخرجه أبو الشيخ من حديث سليمان مركا وحوي هالكاس وهو إنو كدعي أيا مركا يساوحان مركا أما وحوي مركا إنتا إن لاقي كدعي ولو شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو الشيخ يعني وحوي شاهد كلو وحوي يعني يضان مركا يساوحان مركا أبو الشيخ صاصاري أو من حديث سليمان مركا وحوية هالكاس على كل حال سقطبة على كل حال كوشرة هذا الكامركا يسقى صاحب التوضيح الأحكام وهو الشيقينا وحاو كسر النقليي يعني صاحب السبل السلام أي كسر هراي يعني مركا وحوية صنعاني لفتي سنة حديثك وضعيفي وحاو للطرق ذا دمانتوذ وضعيف وواهية ضعف قد ودرية الباني لفتي سنة حديثك وحوية كتاب كيسا ليلادو مشكاتك وكو ضعيفي ومكال الرئيبين حديثك هيا شمرك إذا قدر كذن به حديثك وجعل بين أذانك وإقامتك يعني مرك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله أما قدر ما يفرغ الأكل من أكله قدر كذن به وحقوق صحيحية كتاب كيس مرك سلسلة الحديث الصحيحة مجلد كلمات بقو صحيحية يعني الرقم كحديثك سيدات بقولية الضبائية سيدات وعنو تلمام يا طرق وحديثك ليه هاي يعني طريقة مرك اللبات موياني يعني صدح طريقه كلا ضعف يقدونه الضرين او ياي ضعف مركه اسا منجبر وكب مكر مركه اسا انه يحي اي مركه تلمامه او waxa weeye waxa ku sugan waa marka isaga ama majhuul inuu ku jiro ama marka isaga yaani marka majhuul inuu ku jiro waxyaala noocaas ayaa u badan waxaana marka isaga xadiiska tariiqyada qawiga kamida bimaana waxa weeye tariiqyada waxaan u jeedaa sidooda qawi uma ahe kab mikaraya ee ضعفigoodu munjabirka yahay kab mikaraya waxa kamida طريقة أبي بن كعب وصوري وعبد الله بن الإمام أحمد وزوائد المسند كصوري سند كسوى ضعيف أو حكسوا عن عبد الله بن الجوزاني اللي يراده ننكال لما قرن أيه ننكاس لما قرن أيه مركا دغاية أو حكسوا عن ننكو وإنه مجهول يهي مجهول كان حديث كسوى دي مركا طريقة لله اللهم إذا والقو حوشيا وحكالو مركا يساوح عن مركا اللهم إذا حديث كمركا أبو هريرة وأبو الشيخ مركا شيخ اللي أبو الشيخ الأصبهاني وكتاب مركا أذانك اللي وكقري
ومركا يعني كسوري وحنا سند كيسا كتشرا حمدان ابن الهيثم ابن خالد البغدادي وحا مركا توثيقية يوثيقني مكو حكومي أبو الشيخ وحكورين يا شيخ يسيوياي يعني شيخ أوه يعني شيخ وحا أوه مركا حمدان با شيخ أوه أبو الشيخ مركا أبو الشيخ با وحكوريني مركا شيخ يسي حمدان ابن الهيثم وتوثيقيي أي شيء منكر أي كشيء مركا يسيقى إمام أحمد لكن تصير وايدي ضعيف ميسو وحكا لكسوا نين ليا الصبيح ابن عمر الصيرافي نكاسنا ومجهول ساساود الباب يهقي وحول إسناده ليس بالمعروف لبدا سند لفته ذو حيين لبشي واسقويني سند كلو سلمان السوري واتشرا مركا وحوي على كل حال حديث كمركا وحق كلو تحسيني يعني سيوطي ويسونا مركا أرمزيين ومركا حديث كحسن يحي مناوي بات تعقيبية وحويري حديث كمركا يسوح المركا إنو تحسيني مصورة قالها اللهم إلا إنو وشيدم ويان حسن لغيري مركا مناوي لفتي سين وافقي حسن لغيري حديثك إنو ياي أي مركا أو أكتاي وأنو تاسي ذا عاردين مركا ألباني وحورنا يتنجح يتاسوي وإنو حسن لغيره أتشيده وهي طرق ديسو طلبات موياني صحيح هذا وحكونا عضي تصدحات موياني تصدحات لكن ضعف ديسو الدرية هو خطأ مطبعية يعني وهي صوابك وحوية لأن طرقه إلا الثانية منها ليس فيها ضعف شديد طريق هذا حديثك طلبات موياني يعني وحكا لضعف وذو مدرة وهي يعني طريقة مركز قال لبعض ضعف جيس الدرية هنا وحديث كجابر أو مركز الشيخ ينسو عروري حديث كوي وهي وحكوتر نين ليلة عبد المنعم نين ليلة عبد المنعم ابن نعيم الأسواري صاحب الثقاء نين كاسو أي كترة إن كاستو ترمذي ويلي ومجهول هيا شعو لما ذا مركز قال حديث كو بخاري هي مركز وحن مركز أبو حاتم يوحي لها ومنكر الحديث بخاري نوحي وريك نين كاستان لها ذا ومنكر الحديث لا تحل الرواية عنه mid kasto aan ilaado ninkaas waa munkar ul hadiis in wax laga wariyaba xalaal ma aha ama banaana ayo sidaas yadaa yiri marka dariiqa ala kulli hal dhaafiga suu daran yahay ayaa shee marka tirmidi waa sahwiyay oo waxa wari marka isaga ninkaas waa majhuul marka waxa weeye ala kulli hal qadarka dambe maadaama inu tilmaanay turuqo ina isquwaynayaan oo dariiqa jaabir marka laga soo warinayo mooyana turuqyada kale oo dhan marka isaga uu yahay dhaafigoodu dhaafi aan shadiid ahayn oo darayn yaani hadiska waxa uu noqonayaa xasan li gairihi inta noqonaysa xasan li gairihi turuqdu isku waafaqaysana waa inta dambe wajcal bayna adanika wa iqamatika qadra ma yafrugu laakilu min akli ila akhirihi way ama inta hore yadu shaahid malaha yadu waa dhaif yaani way qadar ka hore laakin qadar kan dambe waxa weeye waa marka xasan li gairihi yaani sidaas sida way waxaan laga qaadanayaa adaanka iyo iqaamada in qadar loo dhaxaysiyo oo aan degdeg markii loo qiimin ayaa laga qaadanayaa yaani salaadahana sida mu'taadka waqtiga loo dhaxaysiyo allahumma illa hal salaad mooyane adaanka iyo iqaamada iyada waxba loo ma dhaxaysiyo salaadaasina waxa weeye dadku ay caadeysteen in adaanka iyo iqaamada waxba loo dhaxaysin waa salaada magrib wa salaada magrib wey laakin sunnadu waxa weeye iyada lafteeda in adaanka iyo iqaamada in qadar loo dhaxaysiyo oo waxa weeye qadarku marka ha yaraado وهن نقضوا مركز إساء قدر لبرك عدد لتكده وإن لو نحيسي مركز سيدة سنة أذانك إقامة بخاري مركز يعني إسوي ديه مسألة كصاب صن كم بين الأذان والإقامة وعن فلا يأين سعر ورنشري حديثك بين كل أذانين الصلاة حديثك أين سعر ورنشر عن فلا يأين فليراجع مركز وحوية حديثك وجه الإستدلال كاللو قدر الشنية وحيتاي مركز إسوي ديه انتي أذانك إقامة أود حيسة waxa marka lagu jawaabay ama uu ku jawaabay bayna kulli adaanayn salaa maadaama hadiskan shartigiisa aanu ku asixin ku sugnayn waxa weeye waa ka tagay laakiin wuxuu markay isaga soo qaataan filaya bayna kulli adaanayn salaa laba adaan oo kastaba salaad baa u dhaxaysa bimaana adaan iyo qiimis kastaba salaad baa u dhaxaysa laba ragcado qadar la tukado ayaa qiimistii iyo adimaadi kasta u dhaxaysa ee salaad kasta loo adimayo marka salaada magrib sunnuhu waxa uu yahay in qadar laba ragcado la tukado يعني مركا لو دحايسيو نبينا صلى الله عليه وسلم واسنيي ان waxa weeye المغرب كورتي لبا ركعدود ان لا تكدو او waxa weeye صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثه لمن شاء نبي صلى الله عليه وسلم waxa weeye marka waxa weeye magribka ka hortu kada magribka ka hortu kada يعني markii saddexaad wuxuu ku daray يعني لمن شاء كي دونها تكدو marka كي دونها تكدو sidaas iyada ayuu marka ku daray marka xadiiskaas waxa laga qaadanayaa in sunna qabliyo magribka ka horeysa oo aan muakkad ahayn inay jirto oo sida sunnayaasha kale salaadaha kullamaan loo yaani taakiidiyay
اللو أدكيي صنعا سلا الله أدكينين ولكن روحي دونا تكون كرا فضل كهري كرا كي دونا إسكدين كرا إني مخرب ككه الرئيسو أيا لغا قادنا وحا سورة وذا مركي سقاين إمامك يما أدنكو أي لادانا نغو حوي لمن شاء اللي لو متو كانينان متو كانينو لكن وحا يسوي دين لي ده وحوي دادكي مركا يغو وحا دعي كرا قار دونا يا إني تشران لما نعرن هدي إمامك يما أدنكو أي دونان هلا تكدو هذا يجب أن يكون هناك أيضاً لتكن لما أرى يعني إنك أصدقى هذه أي قيمان صلاة مركة إساقائي لازم تهي إنه وحسن نعم مركة إساقائي مركة لتكن إلا بإلا صلاة اللا قيمة مركة إساقائي لتكن واجب كسيدة مركة أوية أو حوية إذا أقيمت الصلاة فلا تصلوا إلا المكتوبة يعني وحوية النبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة وحوري هذه صلاة اللا قيمة تفر الكام ويانا تكلها تكننا سيدة سيادة أي النبي صلى الله عليه وسلم مركة أوية marka iyada yaayn ka tahay hadana waxa suurowda marka inuu yiraahdaan marka anagu inaannu tukana doonimayno marka hadaba hadii waxa weeye ruuxi kale marka yaacni isagu yiri sida cagsigeeda oo inaan tukadaan doonaya maxaad khayrka ugu xirmaaninaysa oo ugu diideysa maad u kaadi si qadaru laba ragacadood yaacni marka tukan karo oo sunnadaas marka la iman karo yaacni fadligaasna marka isaga xad marka iyo ajarkaasna u shaqeysan karo مركا على كل حال حديث كالف في سبينا كل أذانين الصلاة وعلى قادنا يا قدر لورق عدوتو كذا أغيران إن لورد حيسيو أدمادي يا صلاة كستة يعني أدمادي يا قيمستي كستة أدمادي يا قيمستي كستة قدر لورق عدوتو كذا لتكذا أغيران إن لورد حيسيو أيا وحوي لقا قادنا يا حديث كابقول يا سيدير يا سقاشا وله عن أبي هريرة رضي الله عنه ترمذي وحوسنا تابو هريرة وكورنا يا حديث كهرة وحكت الصين يا وحوي مركة وترمذي لطريقة طريقة نهين كجرن مينو إن أرين كنوع عاصم مركة يسقى علماء دعين وحبي يلين ويا وحدع كرت عالم كمركة يسقى محدث كاهي مركة يسقى طريقة قاركو دينا نجرن بسورة وده أو إذا حديث كاهي مركة يسقى طريقة كلام أوجي علماء كلاين يجرن يا أمبالج يا با مركة علماء ورنا يا وحوي علم جيس مركة يسقى مصير ردنا وحديث طرق مركة متعددة له أي مركا إلى طريقة مويانا وحكا لقران مايو معيد باوحا سورتوبي كرتمركا إساقا إنا علمي الترميدي كهذا الشيء حديثك مركا سيدا أوي قانو أي لادان وحاوية يعني كمفقين حديثك وهي طريقية ذا قاركود أي مركا إساقا المركا قران واي معيد باوحا حديثك سيدا أوي قانو كهذا اللي كرتمركا يعني حاكم وهي مركا وحاوية إساقنا طريقة الترميدي قرطي ما قران يعني هل كعالك طريقة أسوري يبو قرطي لابدو ذا مدنا طريقية ذا كلا مركا لسوري ما قران يعني أحمد محمد شاكر معيد بأوران كرت حديث كما أقول يعني وايا لوضع طريقة مركة حاكم يترمذي قرتين وقرتي هيا شي مركة يسوح المركة صدح ذا مركة صحابية كلا السوري وحوية مركة ألباني مركة أسواروري يعني مركة يعني يسونا مقرا مركة تاسي وحوية أرنها نوع عاسي علماء إنو كدعه يقو حديث كي قرانيا أي مركة كتوسنا يساوان مركة لقونا قدين كرين يعني حديث بطرقي سمركة قران وايا هالطريق موياني إن أنت لقونا قدين كرين وان مركا يعني علمي يسي لغو طور الكرين حي كتو سنيس عجيزك بقول يا سداد يا سقاشا وله مركا ترمذي وحوسوناتي عن أبي هريرة أبي هريرة وكورنا رضي الله عنه إلهي أبو هريرة رأليها كان نقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قوين يقول لا يؤذن إلا متوضي يعني لا يؤذن ما أدم أيه إلا متوضي يعني من مركا ويسقب مويان يكوك لمركا أدم ما أيه وضعفه ترمذي وضعيفي ترمذي وضعيفي صاب التضعيف أو الترمذي كن ضعيفين وحيتاي زهري وكورنا يا أبو هريرة يعني أبو هريرة وحبك مو مقل مركا حديث قال كاسوح النقنا يا منقطع أي مركا النقنا يا أو حقص قال مركا انقطاع باكشر مركا يسقى بين الزهري وأبي هريرة زهري بقى محمد بن شهاب الزهري أي أبو هريرة كورنا يا أبو هريرة وحبك ما مقل بلا علماء قاركود وحي هذه المحدثين تو حي سكوا فقين أو سكوا اتفاقين إن أنا وحوي مرك أبو هريرة وحبك ما قال سيدا سيادة أي مرك محدثين سوافقين حديثك ولي بعلا كلا أولي هنا واجرة واجرتا أو حسنة كقصة من الزهري وحكورين ينين لي هذا معاوية ابن يحيى الصدفي مرك معاوية ابن يحيى الصدفي نك لي هذا نوا ضعيف سيدا حافظ ابن حجر بأكش يجي تلخيصك مرك نك أص ضعيف نوا كشرة مرك حديثك سيدا ساودد وحديث ضعيفة وحضعيف يي ترمذي بيهقي ابن مرقن ابن حجر مبارك فوري أحمد شاكر الباني
علماء ذاس بمركز إسقى حديث كضعيفية. علماء قاركود وحول إلى ذين شاهد حديث كوحوا إن كرهت أن أذكر الله إلا على طور حديث كصحيح أبا مركز شاهد وأبا إلى ذين. لكن صلة صحيحة حديث كاس الشاهد والنقن ماي ويا حديث كنوح والتلمام يا هنا نقدم كرين حديث وحوية آن ويسقب حديث كاكل لكن وح والتلمام يا بس كراهية مركا إن يتولى قش عن ياي أي مركا تلمام يا وعكروا حديث كلا قات كراهية ذو أحاديث ثقار إن يقص أرطية ذو لو قش ذو كراهة التنزيه يعني هالكاس وحوية غالب كون بيتاي نصوص صلة يقص أرطية إن تحريم لو قش ذو لكن في بعض الأحيان مرر مركا يسقى عن بطنين وحصار أرتي كرهات يدو كرهات التنزيه نصوص اللغة شيدو وحانا كمد حديثك إني كريت أن أذكر الله إلا على طهر حديث كاسا كمد مركا على كل حال سيدا راجع حديث كاسي شاهد ماها لكن وحا لغا قادنا يا إني مستحب تهي وسنة تهي إنو حوي قفك إنو طهار قبو مركا وحوي وادمي سيدا سال لغا قادنا ما دام النبي قول صلى الله عليه وسلم إني كريت أن أذكر الله إلا على طهر إنه مركا أفضل كوياي طهارة إنه كسوغي أي مركو أديم أيه سلاسية دابا لغا قادنا لكن واجب معها حديث كبقل يسقال يسقاشن وله ترمذي وحاوسونا ذي عن زياد عن زياد بن الحارثي وكوريي رضي الله عنه إلى رأليها كأنه قد قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحول ومن أذنى كي أدماء فهو يقيم إسقا أي قيم أيه وضعفه أيضا ترمذي مركا وحوي هدنا واضعي في حديث كنا لقول نقي حديث كنا واضعي فيه أيضا بمعنى آضا والنقضي إيض والنقنية أيضا نقش أي النقنية نقش أي النقنية مركا ترمذي لقول نقي يعني واضعي في حديث كنا سيدو كي هرب وضعي فيه وعكروا حديث كالصوري وانو الشيخ الشيخين أبو داود وسنن كيسا كالصوري ابن ماجه ويسون السنن كيسا كالصوري حديث ك وحديث ضعيفة مركا علماء حديث كضعيف سي وحكم إذا ترمذي وحكم إذا النووي وحكم إذا صاحب التنقيح يعني مركا التحقيق كتاب ليلة ذا ابن الجوزي قري مركا شيخ محدثين تكم إذا كتاب كذا وقري يعني ليلة ذا التنقيح التحقيق كتاب كتحقيق لورنشر ابن الجوزي قري يعني كلهوف كلا كلهوف يلا كلا هادين أيو يلا كلا شاندين أيو مركا صاحب التنقيحنا وحوي حديثك يسقون وحوي وضعيفي مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي يسقون وضعيفي الباني يسقون وضعيفي رجع حديثك على كل حال وحديث ضعيفة طريق كلن لو مشيقين طريق قاس نك ضعيف كتشر مويان صاب التضعيفنا وحوي هاي حديث كان وح كتشر نلا يلادو مركا إفريقي نلا يلادو عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي نك لا يلادو أيا كتشر إن كاسنا وحوي هاي مركانين ضعيفة والترمذي وحورنا يا ضعيف عند أهل الحديث علماء المحدثين تأكتوا ذا وحوكي هاي يعني ضعيفوي ضعيف علماء المحدثين تأكتوا ذا السلاس وكي إن كاسوا وحوي أحمد محمد شاكر وأحاديث أو سوري إفريقي وتصحيحيه حازمنا ومركي سلا تحسينيه يعني مركا بخاري لفتي سنة لقى سوريين ولم مقارب الحديث هذا مركا علماء المحدثين تا شماهير توضوح يقدر يعني حديث كأصور يا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي إنه يهاي حديث ضعيفة أو مركاني كاسي ضعيف يهاي سيدا سيدا بيقدر يقدر يعني وأنا سيدا مركي سيدا راجحة وهي وحانا قصوا أن مركي سيدا ضعف في مركي سيدا يعني سوء لحفظها أي مركي سيدا قصوا هنا سيدا كلا وحاوها نين صالحة وناكسن والزاهدة أيها لكن وحاوية مركي سيدا حانوها قصوا هنا حق مركا دل أيضا يعني مركا ضعفي يعني مركا حق حفظها وأن حفظك سؤال قوي أهين سيدا سيدا أبا مركا خصونا مركا صابت الله ضعيفين يا حديثك سوا سيدا سيدا وي وحانا قاعدة ترى ذا دي لها علماء قار قدبة توثيقية الجرح المفسر مقدم على التوثيق يعني جرحك فصرا صابت الله ضعيفين لقرنا أيه وحال لقهر مرين أيه ولقهر مرين أيه توثيقا لقسقا نما حكمين أيه ومركا ضيس عاردان جرحك مفسر كأسابتي سيلا عديي أيه لقاضنا أيه مركا سيدا ساوي الحديث هو ضعيف إفريقي ما كتشرة هيا يا شيخ حديثه ضعيف ها هذا لكن سيدا مستحب كي السنة وحوية روح الدماء وإن القيمة هذا حديثه ضعيف يا حقا لقا قادنا وحلقا قادنا يا السنة مركا يسوح النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريري بلال إنه مركا أدي من الشرى يقيم من الشرى وبلال مركو أدمه لما صنق لنركل إن يقيم الشرين
ركل مركا ما يقيم الشرين السيدة غالب كاي سقون باقيم الشرين السقى أيوم باقيم الشرين نبينا صلى الله عليه وسلم السيدة سيدة أبو التقريري ساساوي ذبا إمام النووي وحورنا إياه كتاب كيس خلاصة باب من أذن فهو يقيم استحبابا كي أدماء السقى إياه قيم إياه وحسيدة اللورنا يا سنة سنتها يدرت يضلت على السنة المعتمد فيه الحديث الصحيحة أن بلالا كان هو المؤذن يعني مركا وحل لو اعتماد يا لو عسكن يا نوا حديث صحيح كو سارورتين وبلال اها كاديميا يا والمقيم يعني مركا ان يعني مركا ان بلالا كان هو المؤذن والمقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال انه اها حديث صحيح كو سارورين كاديمه مسنا قيمه ورسول كون اديم جري ونا قيمه جري خلاصه ايو سدا سيده امام النووي كو شيغاي وكذلك مركا استحبابك يعني مركا وحوي علماء كانوا نصاص يذا وهو الشاجن، مركو حلقة قاضنا يا يعني إنه بلال أديمنا الشري قيمنا الشري أي حلقة قاضنا يا. حديث كلام بقول ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أبي داود حوصنا تي أو سووري يذا أي كل حسون تهاي حديث كير يا عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته إنه يري مرك أني جاي أركي بمعنى كري وضي يعني الأذان أذانك أي أشي ذا. وأنا كنت أريد أن أجا أياد دونية أن أجا مركا وحوية دونية إن المركا أديمه مركي اللي يلو أرضه مركي سقى بلال مركا أولو يعني اللقن وأي سقى مركا كاعد دير وحوية أن أجا أياد كرياضي أن أجا ندوني يعني إن أنا أديمه قال فاقم أنت حل قصة وري النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل هذا قيم وإقام هذا أدو لك علي بلال لها أديمه وفي ضعف أيضا حديث كان لفتي سوى حقصه أن ضعفي يتقدر كترته علماء قاركوذ وقويا حديثك وابن ملقن يا ابن عبد البر يا حازمي صدح ذو ذبوا تحسينيا وحيد هذا وحديث حسن حديث حسن ويا بيد هذا علماء قاركوذ حديثك ضعيف السين واشرا علماء ضعيف السين وحكم إذا نووي يا ابن حجر هل كان بواك ضعيفي وفيه ضعف بويلي مالك أنا واقو ضعيفية يا مبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي يا ألباني وضعيفية أنا وحيت لما من حديثك لمركا إنه ضعيفية سبب الضعف نوحوية هاي أما سبب التضعيف سبب تلو ضعيفية وحيت هاي سنتك وحكوشرا لها محمد بن عمرو الواقفي إنك سنوانين ضعيفة سيدة حافظ بن حجر بأكوشي يغيو تلخيصك وكا سيدة ساودت حديثك هو حديث ضعيفة علماء قال كذبا وحي إلى ذن واقف معها نك كشرة محمد بن عمر كشرة ومحمد بن عمر الأنصاري يعني وحوي نك له محمد بن عمر الأنصاري لا يلاده ويان بيد هذه قديم الله قصة هذا كائن يا لفتيسة كلفتيس وحوي قوي معها مرك وحوي حديثك على كل حال مر ليبا وضعيف مر ليبا حديث كان وحوي هاي حديث مركا ضعيفة ويان محانو تلمما يا هدوها صح لها إن روحي أدمي روحانا ينينو قيمة إني مركا تعيم مد مركا بنان وانا إنك كسو هذا اللي مسألة النوع عسى ومستحب إني تعيم روحي مركا أدمي إنو قيمة أي شيء سيدك لمركا لفتي هذا إلا السمياء إني محرم أهين وإنك تلماني وحلقة قادنا ياون استحباب بلغة قادنا يا حديث سفر بضنا سعر ارطي وحوه يا بلال وأذانك يا إقامة اللي بضبا إساقو السمين شري وحلقة قادنا يا استحباب أما صنع نماء يا لغة قادنا يا حديث كاللباب قال يا كو عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وحلقة سوريي إلى رأي أكن قد قال إنه إلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحول المؤذن أملك بالأذان المؤذن مؤذنك أملك إسلاؤها نشبضا بالأذان أذانك والإمام أملك بالإقامة إمامك إسلاؤها نشبضا قيمستا قيمستا لقيمة أيه إسلاؤها أيه أمرك أوها نشبضا رواه ابن عدي ابن عدي سوري وكامل كتاب كيسا ليلة أيك السوري سوى كتابك كتب يعني مركب من كتب الرجال أيها دنوحة سورة وذا حديث إنه كوريه أي سورة وده كبعض الأحاديث أو تراجمت كسو عروريو أو كوريو السند أي مركز شرح حديث لنا كواسو كميديا
وضعفه ابن عدي وضعيفي أو حول حديثك وضعيف وحكرا كم إذا علماء كلا ضعيف سي ويهقي ويساقنا يري حديثك لمحفوظ معها وكذلك وحكرا كم إذا ابن حجر العسقلاني ويساقنا حديثك ضعيفين وحكرا كم إذا ألباني مركا علماء سيحوي حديثك وضعيفين وحيدا وحديث ضعيفة ويان بيلان صاب تضعيفنا وحوياي سندك وحكتر الشريك ابن عبد الله القاضي منك اللي يلادا يا كتر الشريك مركا نك الشريك اللي يلادانا يعني وانا اكسبوها لكن قضاقي وقتي وايضا قلي مركي دنباء قضاقة قلي وحو نقصاء حفظه حفظي سواح ماضي مركا سيدا ساودد حديث أصوري أحاديث قوية معها أغلاط بضن أيان مركا كدعي حديثي أصورنا يي وكقلي سيدا ساوي ذا حديث كيس وحوي هاي حديث يعني ضعيفة ويان وحكر حديث كان المؤذن أملك بالأذان وحولي الطريق كلا ومرفوعة أو صوري يا أبو الشيخ الأصبهاني كتاب كيس الأذان وكصوري من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر طريق سناء وضعيف واي وحكتر السندك نلي إلى معارك ابن عباد نك معارك ابن عباد اللي إلى ذا وضعيف سيد حافظ ابن حجر بكشي غير تلخيصك مركا حديثك يسوى مرفوع ما أصح إن النبي صلى الله عليه وسلم يريه مؤذنك وحويا يأملك بالأذان إمامك وحويا يأملك بالإقامة يعني مركا يعني صحيح ما صحيح معه نبي صلى الله عليه وسلم وحكسوا معه وللبيهقي حديث كلاب قال يا الله بيهقي وحوصنا ذي النحو كان مثل لمذا وعن علي من قوله علي ابن أبي طالب لقصه ورين أيو علي ابن أبي طالبنا ويساقوا هذا الكورن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسوا ورينين أن النبي صلى الله عليه وسلم كسوا ورينين ما كوحو النقن يا موقوف أي النقن يا يعني أثر كاس موقفك علي بن أبي طالب اللي قصة ورينا يانا وحاوي هاي وأثر صحيحة سلو مركا محقق بمركا ينو تلمامي مركا وحو تلمامي على كل حال إن مركا مؤدنكو إنو أدانك مسؤوليات قاري إنه كسار انتهي سيدا ساودد إساقو مركا إسكي وقتي أو أركو إنه مركا تاي مناسب وصلاة وقتي يدي صغل إنو أدمي أما إقامته وحيكوحر أنت إمامك وإمامك مركا واركوين سودي أرقربي يعني وقت النوع عاس مركا إنه مركا قيمة أي مركا وكتسين أي أما مركا وكلمام أي وحانا لسوري حديث مركا مسلم صحيح أكو سوري أي ومركا جابر بن سمر اللي قورين أي إلى رأليا كان نقضين ولي كان بلال يؤذن إذا دحضت إلى الوحوها مركا يسقى ميدا أدمة مركا قرحد مركا يسقى السمدة برتن كذا كسوشو فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما قيم يشير إلى النبي وكسب حايو فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه رواه مسلم في صحيحه كحديث قال لفتي سوحي وقتصنا يا إمامكم مركا أسود يا رقربة إن وحوي صلاة مركا لقيمة يا وإمامك أو مركا صوص عدا أما أسود يا رقربة مركا لعركو إن لقيمة يا أي مركا حديث قال لفتي سلقا قادنا يا أو قتصنا يا مركا معني حديث كان ومعنى كدو أي مركا تلمامي عجيسك اللباب قل يا صدح وعن أنس رضي الله عنه أنس وحلق السوري قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحول لا يرد الدعاء دعاء لمعلي بين الأذان والإقامة أذانك يقيم استدحدودة دعاء لقد عيست ولا أقبل أو إلهي وأقبل معلي الدعاء رواه النسائي بالسوري سنن كيسك السوري الصحاحة ابن خزيمة حديثك وصحيحي علماء كلا يصوري سيوحا كم إذا أبو داود وسنن كيسا كصوري الترمذي وسنن كيسا كصوري إمام أحمد ومسند كيسا كصوري سيدا ساوي ذي وحف في عنايد شيخ إنو يلا رواه الخمسة إلا ابن ماجه يعني إلا ابن ماجه إنو سيدا سيلا ذا في عنايد شنتا صوري سيمر كيسا ابن ماجه مويانا سيدا إنو يلا أيا في عنايد علماء كلا يصوري سي ابن حبان با كم إذا وحا صحيحية حديثك ابن خزيمة
لبا ابن حبان صدح مركا واحد صحيح ابن القيم وحكرا حديثك مركا يعني قويي عراقي او مركا يعني تلمامي سند كيس انه جيد ياي وحكرا حديثك صحيح ياي احمد شاكر ويسون تعليقي سوسنك الترمذي كل ياي كو صحيح ياي وحكرا حديثك صحيح ياي الباني ويسون ارواقا يا صحيح ترغيبك يا كو صحيح ياي مركا حديثك وحوي وحديث صحيح وي وحان ليا طرق مركا يسقى يوليا سند كيس انا وحكو شرا ضعفي صابت ضعفنا وحوي هي وحصور يين اللي هي يحيى بن يمان نك أصنع وحكو شرا حفظ جيسا ضعفي بكو شرا سلام محقق ببرار شنيو يعني السمير ابن أمين الزهيري تخريج كيس أو كتابك تخريج شنيو يرسل كبرار شنيو نك حفظ جيسا وحكو صوان ضعفي وحانا لسعت حديث كزيادة والترمذي صوريي قائل هذين صحابتي فماذا نقول يا رسول الله محانو نلاهنا رسولك إله يوم قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة وحوري وحا ويديستان إلهي العافية بوكسين ويديستا أو إذن بوكسيو أو إذن كان نبت إذن نبت قليو الدنيا إلى آخرة آفاتك إلى أمراضة يدباتوين كويدي كبد بادية الدنيا إلى آخرة مركز زيادة يحيى بن يمان أي لا تفردي مركز زيادة ضعيفة لكن قدرك كلا حديثك وحويها الصحيح شواهد بانو ليه العلم لأن تلمان من نوى قوية علماء أن تلمان ني وقوية ولبا واحد شره طريق سند كيس قوي هاي ليس لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فدعوا وفدعوا كدريس إلهي بريا زيادة وزيادة قوية قلت الماما يا إني وقت قاسوية هاي يعني وقت إجابة يعني ساعة إجابة إني تاي وإلهي وقت قاس دعاء أقبله واحد شرا وحوي وقت يعني مركا وقت يذك له يعني كعك شرا أي شرا وحكم إذا وقت أذان كأي قيمة استودع حيسة وحكم إذا مركا يسجى أبينك وحوي سلس كيس الضمبة يعني صدح للقبل أبينك وقابل سما القبل كالضمبة يعني مركا أي مركا كم إذا يعني اللي بضو كلي مركا للجارة أي وحي كالضمبة إلا أنت واقع عضاني هذا اللي بضو واقع الرئيسة هذا على كل حال سلس كالضمبة أي مركا يسوى حال مركا كم إذا مركا على كل حال يعني ساعة إجابة وحاء ويبدنيهن ساعة وقت هذا مركا ساعات الإجابة ويبدنيهن وحاء كم إذا وقت جاء أذانك يقيم استودع حيسا أيه كم إذا مركا تاسنا وحاء يكوت المام يساين وقف الدعاء استو لكن دعاء ودعاء سنة يا وحوي وين قه الرئيسي مركا روحي الأمري ومركو مادنكو أديميو وين لي مادا إنه وح مادنكو أذانك يساين وكذب يلاده أو إجابة لي مادا مر لبات كمركو أذانك كفارق مؤدنكو وقه الرين وأن النبي قد صلي صلى الله عليه وسلم وقه الرين وأن النبي قد صلي مرك لباتنا وأنه حوي إلهي وسيلة وقبر يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء الوسيلة وأن أخريا وإلهي وأن بريا وهو يدي النبي محمد وسيلة السيئة وحوي وحديثك إناس الصعداء مسألة مركا وينوش يقدر مركو تانا مركا يساحر مركا ورمائيه مركا الدبادات وحاو كدو عيسانا يا وإنو كدو عيسانا ترتيب تيضا سيدا صلوات ترتيبنا يانا حديث مسلم صحيح كسو ورييي ايا شيغي ولا تلماما يوحاو يمركا أذانكي لغا فارقه وحاو قوار رييو سمين يا إني تايصلي أو النبي كسلي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إنو مركا دعاء الوسيلة إنو أخرين أيو لكن دعاء الوسيلة مهر مرين أيو وصلي كمهر مرين أيو لكن صلي قوار رييسين أيو مركو النبي كسلي صلى الله عليه وسلم دبديد أيو دعاء الوسيلة يعني آخرين أيام وكذا حديث قال لما بقول يا أفر وعن جابر رضي الله عنه نسخ بدن كود مقريان حديث كان آخرين دونه لكن نسخ كتاب كمركة نسخة كم إذا يا قريسة مركة طبعا هذا مركة يسرح المركة السمير ويعني مركة طابعي أو تحقيق شيء أي زيادة ذلك وعن جابر بن عبد الله وعن جابر رضي الله عنه جابر وحلق سوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يري من قال حين يسمع النداء من قال كي يرادا
حين يسمع النداء قرت وحوي أذانك مقله كي يلاهذا اللهم إله يو رب هذه الدعوة التامة دعا لما يسكترا يعني مركا يعني صاحب كيدو يعني ربي وبمعنى صاحب وربي وحلو استعمال بمعنى خارق بمعنى صاحب مركا وحوي بمعنى خارق لو قمت شيدو وبمعنى صاحب بالو شيدا واي مركا يساحن مركا كلمات كان لغو هذا ليا توحيد يتكبير يباكتشرة مركا مخلوق ماها مركا سيدا ساوذ رب وبمعنى صاحب يعني رب هذه الدعوة يعني مركا صاحب هذه الدعوة دعوة مركا يرمضن كي اوه الكاهايو التامة يرمضن ودميس كترنيد يو الصلاة القائمة صلاة وحوية مركا يعني مركا تاغن يعني حلي قيدو تشوغو كي اوه الكاهايو اللو تكن ييو آتي واحد سيسا محمدا محمد واحد سيسا نبي محمد الوسيلة يعني وسيلة سي بمعنى وحوية مقام كيس الرئيي وسيلة ليراده يعني مقام كاسي والفضيلة تي فضل قبضنايد يعني مركاسي تي فضل قبضنايدنا يعني مركاسي وسيلة نوحة ليراده وحي مركا عدك للو قد واده هيا وسيلة ليراده وحي عدك للو قد واده هيا وسيلة ليراده وحان اللو تشيدا منزل مركا كرئيسا قوي لهي مركا قدو أي لغة شيدا والفضيلة تي فضل قبضنايد يعني مركاسي وبعثه إلى يوصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا أي في مقام محمود مكان استاق مركا لما هديه خلا أقدم مهديان وذي سيلاه قصو صار يعني ماشى مقام مركا ضدكم مهديان خلا أقدم إلى يوقصو صار إن لا إلى ذو حوي الظرف يعني مركا ويا يعني ظرف مركز يسويه يعني ظرف بالغنص بيه أي شيء وحلونا كريي تفخيم لوينين أيه إيا قرآن كمركز اللفظي يوصى عرورتي وافقتان لوافق أيه أي مركز يسويه اللو تنكيري واتشيقا هراء أي مركز في عن وإن لي لادو حوي ظرف نما أي لغنص بيه وحكى الله أبنان إن لي لادو ومفعول لباد ويه وإبعث با وحل التضمينيه معناه أعطي ومعنه حود عيا وبعثه أي وأعطيه واحد سيسا يعني إساقا مقاما مقام سي مقام كاسو محمودا لمهدي مركا لما مفعول بيقاضنا إسادي أعطي مركا للتضمينيو مفعول ككواد وحو نقونا يا ضمير ككلابادنا وحو نقونا يا مقاما وشي قاسنا علماء القاركود أي مركا بنيي سيدا شراح ذا سنن كقاركود بأي الشيغان الذي وعدته أي أعني وحنو تشيدا الذي كي وعدته وأذوب اللنقاضي أذوب اللنقاضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسبا وشيدا ولا إلى ذو مركي سوح المركة ومنصوب أعني بها مركي سوح المركة لو قدري وحكى الله بنان إن لا إلى ذو هو الذي أعد والذي وعدته يعني مقامك محمود كاهي هو الذي كيوي وعدته أذو قبا لنقاضي وهو لو قدر ولا إلى ذو ومركة خبر مبتديه سمركة حذفين ياهي ويا وشي قاسنا يدنا واللقبا نيهي وأوجود اللقبا نيهي مركة كميتها حلت له شفاعتي حلت وأكدك تايا بمعنى وأواجبتا له يعني إسقى يواجبتا شفاعتي شفاعة إذا يواجبتا يوم القيامة مالنت قيامة أخرجه الأربعة أفرت صنن كأيامك حديث كصوصاري يعني البخاري صحيح ساي كسوري مركا ما في عنا الشيخ مركا ينو كتب البخاري وما دام مركا إسقى أفرت صنن كأنصح لك قاضنا إن وحي سوري أن ينقون كران يعني صحيح يا ضعيف مركا مذ والباقي نقون كران إنه حوية وكتغ قدرك وحوية إنه كتغ مركا يسأل مركا قدرك إنه كتغ مركا يسأل تلماما يا إنه بخاري سوري يعني سدا سيادة بين مركا أوفي عنين مركا الشيخ المحقق وحو تلماما يا نسخة بدن كودا إنه مركا يعني لقهل حديث كان لكن هل نسخة مركا يسأل كتها اللي يبولي ولبا خطأ بانا كسو كان حق مركا وهمي أي كتشر مركا التخريج وبمعنى بخاري أيوك غافل نقضي مركا سيدا ساودد يعني إنه شكي أي لاضعي ونفط أين كحصلين يعني حديث كان إن لقدر البلوغة مركا وحوي ومركا أبطين أيوه شيخ إنه قدر يعني ساس أوكلا أي مركا هذا اللي قفهم أيوه تلمام أيوه
حلت وحا لوغا جيدا حل يحل ما اها ومركي سغا حلال لما مركا لغا تلمامي واي وبناناتا لوغا ما جيدو وايا دي سالي اوحا كدالين سمركا غلين محرم كاها يدو اينا وبناني منا اها وصاص لغا ما تلمامي اوحاوي وحل يحل وبمعنى نزلة وكسو دكتا ايا مركا لغا تلمامي معنى مركي سغا نزلت ايو بمعنى وجبت ايو ساسا الغفصرة وواجبتا شفاعة ايدو يشفاعة ايدو كسو دكتا ايو وحلا ميدا aya marka waxa weeye laga tilmaamay laakiin waa xalaan noqota waa u banaanaata tan waxii waa qarad looma fasiri karo xadiiska xadiiskani waxa uu noo tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wa sallam in waxa weeye maqamka mahmudka lama hadinayo in ilaahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam looga bariyo in nabiga la siiyo ilaahay looga bariyo aya marka xadiisku inoo tilmaamay taasina waxa weeye waa adaan kasta dabadeed asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda مقام كان محمود كان لما هدينا يانا وحوي والشفاعة العظمى وشفاعة ويندا بدن وي وشفاعة ويندا بدن وي نبينا صلى الله عليه وسلم وحو الشيخ أحد يعني مركا دتك كمدا أي الروح ومدة كمدا أي لسين يا دتك كمدا روح لباد لما سين روح لباد يعني مركا لما سين مركا وحن رجين يا أبو رينا أنيق النقضة أي رجين يا إذن كنا يسوع دعية أي النبي صلى الله عليه وسلم oo yiri marka ilaahayna waa ugu balan qaaday maqamkaas oo waxa uu ilaahay yiri asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda waxayna culimadu yiraahdeen asa wa min allahi waajib waxa uu ilaahay asa yiraahdo waxa weeye waa shay uu ilaahay ku balan qaaday oo waajib ah yaani oo illa uu fulinayo sidaas iyada aweeyaan ay marka culimadu ay yiraahdeen waxa jira marka waxa weeye ziyado xarf al-istithna la korinayo aya turuq da qaar kood ku soo aroray oo waxa weeye hadisku markuu wabacsu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu illa halat lahu shafa'ati yawm alqiyamah marka yaani riwaayada illa siyadinaysa marka sunanada qaar kood ay soo wariyeen macnaheedu wuxuu noqonaya manta ayaa waxa lagu fasiraya inay tahay istifaamiyo yaani marka isaga waake ruuxa oranaya حين يسمع النداء ومرك إلا للسيادية كليا مرك إذا منت هذيك الشرطية لقفة صرية لكن مرك إلا للسيادية أي منت وح لقفة صرية إن يتعي استفهامية وك روح أرنية حين يسمع النداء سدا يسدا يعني وحوي مجرى معنه رعية إلا حلت له الشفاعة إلا حلت له شفاعة يوم القيامة مجرى الروح استفهام كروا بمعنى الإنكار والنفي يقول لم يعني يا مركز marku nafii la micnaayo wuxuu noqonayaa ruux sida yiraahdaa ma jiro haduu jirana waxa uu waajibtaa shafaacadeeda marka waxa weey riwaayada ilaa siyaadinaysana sidaas macnaheeda lagu iskaal bixinaya sida sharaxda sunanka qaar kood baa ay sheegayaan ama waxa weey riwaayada aan ziyadada wadin waa sida bukhari iyo markaysa waxan marka in badan oo kale baa u soo wariyeen waxaad ku fasireysa manto inay shartiya tahay ayaad markaysa ku fasireysa ama mawsuula ay tahay وبمعنى كيرا هذا أما كوكا ستويرا هذا سلاسة أسقناتي بلغت المميه شفاعة أسقناتي مركا مقامك محمود كان على كل حال والشفاعة العظمى وشفاعة وينيدا بضن نبينا صلى الله عليه وسلم للموداغو إساق أيا مركا لقارة إساق كليا أيا مركا لسينيا الدعوة التامة وحلقت المميه وحوية ومركا أدانكاس وحوية توحيد يوحيا لبضن كوبصدي تكبير يا توحيد يا أمان يا مركا وحوي وحيا رب ضم بصلاس يا ذا أكوب صدي يا دعاء خير كل أقوي يا ريو مركا يسا خير كل أمر يو الأمر المعروف يعني أشياء بدن أيا سدا وقصون سدا ساوي ذا بالغو ما جعب إن يتعي دعوة أما يرمو لما يستر إن يتعي بالغو ما جعب نووي سق وحو كورنا يا مجموعة شرح المؤدب كوحو كورنا يا كتبت مركا يسا فقيا قاركو وحو كدعي sida marka isaga tanbiha iyo kutub kale marka isaga fiqiga shaafiiciyo u qoran waxa ku dhacay yaani al maqam al mahmuda walla taariifiyo labadaba alla galiyo sidaas iyadaaba ku dhacay laakiin sidaasi in alla geesha kumay soo aroorin bukhari iyo dhamaan kutub al hadith marka midna baa lagu mahayo kutubta hadithka iyadoo la taariifiyo alla gashay maqaman mahmudan wa al maqam al mahmuda la yiri كتب الحديث لما أنتوا ذو حلوها يا ما هي كتب الحديث وحكوا يا لبما هذا الكلام لكن مركز الشيخ النووي الشيخي نظر بقصة
يعني شيخنا وكساوية كتب بدن مركيس أحاديث كم إذا أي قصة أنت يسوع يضع مقامك للتعريفية يعني مركا ولا يري وبعثه المقام المحمودة سنن كالنسائي بيسدع قصة رطية ضو مركا للتعريفية ابن خزيمة أصوريي ابن حبان بأصوريي سنن الكبرى بيهاقبة مركا أصوريي انتو بوحي أصوريين يضع مركا يسقع الوضطاء أي مركا أصوريين سدع ساودين هذا المركا يسقع ويولي مركا وحاوية كتب الحديث لما أنتو ضوحكويا لما أها ومدنا لغمها يو يضع مركا مقاما محمودا ألق شيء وحاوية وغلط وصدع سيضع بين السحواهي واحد شراء الزوائد يعني مركا دفك قاركودا يكدران وحكم إلى الزوائد دين إلادان اللهم رب حق هذه الدعوة التامة وحق مركا إسرائيل لقو السيادية لكن زيادة سوى ضعيف مصونا وكذلك مركا هو درجة الرفيعة العالية درجة دي مركا إسرائيل حق الرئيسي إن لقو درا يظن وحوي وضعيف مصونا وحكم إذا مركا إسرائيل محمد مركا إن سيد لقلي طرق الحديث مدنبكم السؤالون آتي سيدنا محمدا إن لا يلاهذا سيدنا إن لا يلاهذا تسويد لغو سمايو تاصنا مركب يسلا مقام كان كمسو أرورين يعني دعاء يعني النبي إنه سيد يا شك كمسونا لكن وحوي إن مركب ذكر جاي صار أرطيا الفاضي وحول لغو مدره مركب وحوي درس لغو درا يا سيدنا محمدا وحوي وحيتهاي ومد مركب يسح المركب أن طرق الحديث كم مدنا بكسو أرورين وكذلك يعني ختام كلغو ختمة يو إنك لا تخلف الميعاد ويهقي بها سوري زيادة داس زيادة دا ويهقي أيها سوري علماء قار كودو مركيسة سيادة دا قوية يلوى جيد نواتشران سيدة ابن باز أوكالة هيا شي مركيسة سيدة الراجحة البانينة وكتغي وإن زيادة ستاي زيادة ضعيفة زيادة ضعيفة وإن مركاتهاي وإن مركاتهاي زيادة شاذة أي مركات نقنيسة زيادة شاذة أما منكرة أي مركات نقنيسة سيدا ساودة زيادة داس إن لقدره يعني مركا مشروع ماها اللفظة مركا إساقا ذكره أما النسكة كسوها روري حديثك بس وإن لقوكا فتوما أن وحبك للقدر وإن لقو السيادة وانا سيدا وحوية مركا صاحب التوضيح لفتي سنة الماما مركا إريضاك لعلماء دوان نقديين يعني مركا وحوية واجب كنا وإن لقوكا فصدوحي النبي كأصحي صلى الله عليه وسلم ساسورنا يا صاحب التوضيح الأحكام أذانك وحيا لبضن باكو تعلقه كلا وحكم إذا وحوية فضلق أذانك آدي أدبوهي فضلق أذانك وحوية شيخه يعني حديثي كسار ورطي مركاين وقم ورمين فضائشة كسار وري وحكم إذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم إلي وحكا استوء مركا أذانك مقلا قفك أديما يوا أمر خاتي كعان هديهين مركا يساء وح نول هديهين مركا دقح هدي قيديهين هدي مركا شيبيين وحي دونان بها النقضاني شيقي كستئم مقلا يعني روح أديم يا وأمر خاتك عاه مال أنت قيامه وحديث صحيحة وحكر صار وريف ضائشة كلا صار ورطي وحكم إذا يعني وحوصنا ذي روح مركا أديم وله أجر وله مثل أجر من صلى معه عدة مركا يسرح المركا لا تكتو شما عذا مركا يسرح كتو كتا أشر كذا أشر ليك با الله قرا أشر كذا أشر ليك أشر ليك با يسجن الله سيا الله قرا لكن وهذو مركا يسرح متورع ياي يعني وحوية أو مركا يعني محتسب وياي يعني حالة النوع عصا أنا وح مركا مش قايدة أنا فوق هذانين حالة النوع عصا ويا حالة مركا فضلي قبضن مركا فضائل هذه هذا بدن بأسرع ري مركا أذانك أو مركا يسا يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسرع ري وحديث كرت مركا صحيح الترغيب كي مركا يسا كي كتب تلامتك وحكروا مركا يسويدين لأذانك قرنا مركا يسا رجوين يديميان دمر كمركا ما يديميان يعني يين مركا وحوي صرابة ولا قيلين أو حوية إن أديمان مركا يحوية وقيمان مركا يتكان يان متاعي مثل مركا معها مثلا نوع عصا وعقص عن علماء ويسكو خلاف سنين أثر نمركا يسوح المركا والوسا وريي يعني مركا ابن عمر وورنا يعني ليس على النساء أذان ولا إقامة ضم مركا مسارة وح مركا أذانا يا وح قيمس مدنبا مسارة مدنبا يعني مسارة أي مركا ورنا يعني وحوي ابن عمر لقصه النقلينية لكن رواية نوع عساسا لقصه وريه إنك استوى علماء قاركود أي تصحيحيان وحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك من قبله ابن ملقن يعني مركا أي لوضوا صحيحيان أي لادين سنة كذو صحيح وحا مركا شيخ الألباني ورنا يا سنة كذو صحيح ما هو ضعيف وحانا مركا يسلا كدعى حافظ ابن حجر يعني سهوي وحا مركا سنة كتشرى عبد الله ابن عمر العمري أي مركا إسلا كتشرة
ninka markay isaga la yiraado ma saxaabiga uu qaadan abdullah ibn umar al umari ayaa ku jira waana markay isaga al mukabbar yaani weeye marka waxa dhici kartay inuu ismoodsiye nin kale walaalayeen ubaydullah ibn umar al umari la yiraado ayaa jira marka labada nin ee walaalaha nin waa siqo nin waa dhaif marka ninka waxa weeye al musaggar oo marka ubaydullah ibn umar la yiraado ubayd oo la tasghiriyay ninkaasa waxa uu yahay nin siqa ah أما نك كلام مركي سجى عبد الله ابن عمر العمري ما هالصحابي وحوي أي مركي سجوا ضعيف مركي وحدع كرتين وحافظ ابن حجر اسمه سيي نك سنة كقصة قنين ويا عبيد الله ما هي شيء معها وعبد الله ابن عمر العمري سلاس هذا حديث وحوي أي أثر كاسي موقوف كاه ومد مركي ضعيف أه أو صحيح مركي سجى ما حسن ما هي ضعيف وي طريق يكلا قويا لما هي waxa kala uu soo arooriyay marka Sheikhul Albani mas'alada markuu ka waramayay adaanka iyo iqaamada dumarka waxa uu soo arooriyay aasaar marka yaani mutaaddida oo saxaabiyadkii marka Aaysha iyo markay isaga qeyr koodba uu ka soo warinayo inay waxa way adimi jireen oo qiimi jireen markay tukanayaan waxaan oranayaa aasaarta laga soo warinayo dumarkaas waxay yihiin aasaar marka waxa isqweynaysa weeye oo dariiqyo badan ba sida laga soo wariyay sida saawada dumarkii saxaabiyadka inay adimi jireen oo Aaysha ay kamid yihiin oo ay qiimi jireen waxa weeye arrinkaasi waa sugan yahay oo ta kale waxa la cuskanayaa buu cumuumaadka adillada soo arortay yaani in la adimo oo la qiimo yaani marka taas la cuskanaya oo maadaama adilladaasi ay caam tahay waxa weeye dumarkii laftoodu inay adaankii iqaamadii la yimaadaan weeye yaa inay sara ula qaylinin laakiin waxa weeye markay salaadii tukanayaan waa inay marka waxa way adimaan dabadna marka isaga ay qiimaan dabadna ay sidaas iyada marka isaga xal marka ku tukadaan weeyaan waana sida marka waxa way shawkaani oo ku arjaxayo oo saylu jaraarka uu kaga hadlayo mas'alada noocaas asaas uu arjaxaya cumuumaadkaas aanu dariishanaya marka ala kulli xaal asarkaas ay iskaali yeelan lahaa asarkina sidaas iyada ayuu yahay waxaana dhici kartay la yiraahdo asarku haduuba sugnado yaani waxa way saxaabada raayigoodi waa iskhilaafay oo saxaabada qaar ba sibay markay isaga yacni yiraahdeen haddii saxaabadu ay iskhilaafaana yacni qowlka qaarkood xujo ma aha oo waxa weeye waxay noqonaysaa faintanaazactum fii shayin farudduhu ila allahi waalrasuul ilaahay waxa uuhi haddii shay aa ku murantaan ilaahay iyo rasuulka u celiya ayaa la yidhi marka maadaama caynkaas iyada ay tahay waajibku waxay tahay in marka adilada laysula noqdo oo la yidhaahdo adiladu qowlkee bay xoojinaysaa oo marka ay ayidaysaa فكل عمومات كأدلة صار ري وح تخصيص ميا الله هي مرك على كل حال الراجح وين مرك دمرك وايد ميا قيم يانا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله